طب خلينا نروح لارض ملعب تاني ولقاء مع احد نجمات الفريق النهارده واحد نجمات المباراه مع نورهان طمان دعاء الخباشي. اتفضل يا نورهان. ولا زلنا مستمرين معاك يا كابتن هيثم، وطبعا بنرحب بيك وبنرحب بضيوفك الكرام، ولا زلنا مع نجمات طبعا الكره الطائره اللي شرفونا النهارده، وطبعا احدى النجمات طبعا دعاء الغباشي، بنرحب بيكي معانا شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك والحمد لله على وجودكم معانا دايما، بيدينا دعم كبير الحمد لله على المكسب النهارده. الماتش كان صعب يا دعاء. والله هو مع توجيهات المدير الفني والكابتن قال عليه الماتش بقى سهل، بس احنا في الاول ما كناش مركزين فما كناش بنعمل اللي الكابتن بيقول عليه، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع بسرعه للماتش وقدرنا ننفذ تعليمات المدير الفني والحمد لله كسبنا في الاخر. انت واثقه ان احنا هنكسب؟ اه بصراحه والله انا قبل الماتش دايما انا ونهله بقعد اقول لها انت حاسه بايه، وهي كمان تقعد تقول لي، قلت لها لا انا حاسه ان احنا هنكسب والله عادي، حتى بعد اول شوط قلت لها عادي هنكسب الثلاث اشواط اللي جايين ورا بعض، والحمد لله حصل. يعني اصعب لحظات الماتش بالنسبه لي؟ والله يعني دايما النقط الاخيره دي بتبقى اصعب حاجه في الماتش، ودايما لما بنبقى فارقين كتير قوي ويعني بيتسحب علينا نقط، بس الحمد لله احنا النهارده كنا دايما سايبين فيه نقطتين او ثلاثه ما بيننا، بحيث ان احنا نسيب لنفسنا مساحه من الغلط، بس الحمد لله النهارده الاخطاء كانت قليله وقدرنا يعني الحمد لله ننفذ كل التعليمات اللي اتقالت لنا. طيب احنا شفنا ستوري ما بين، طبعا قبل ما ناخدك معانا هنا على الهوا، شفنا لو انت ستوري نجم المصري طبعا نجم ليفربول محمد صلاح وبيتفرج عليكوا، احساسك بقى؟ طبعا دي حاجه مهمه قوي بالنسبه لي ان حد باسم محمد صلاح ان هو متابع الكره الطايره، اصلا ده مكسب للكره الطايره ومكسب لينا احنا كنادي اهلي ان في نجم كبير زي كده بيتابعنا. طبعا اكيد مش هينفع نخسر بقى الماتش ده. لا طبعا عشان الاهلي حديد. طيب دعاء يعني كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي بعد مكسب النهارده، اللي انت عارفه انه النهارده بالذات كان مباراه مهمه، احنا الاثنين اهلي وزمالك يعني ما خسرناش اي مباراه في الماتشات اللي فاتت، كلام يعني وجهي كلمه بقى للجمهور. والله هو مش هوجه لهم كلمة، أنا هشكرهم، ودايما كل اللي احنا بنوصل له وكل التعب اللي احنا بنتعبه وكل المكسب وكل البطولات اللي احنا بناخدها عشانهم هم وعشان نفرحهم، والحمد لله زي ما دايما وعودونا ان هم يقفوا ورانا احنا كمان بنوعدهم ان شاء الله وهنعودهم ان احنا دايما في نصر ودايما في مكسب، وان النادي الاهلي دايما ما بيقبلش غير بالبطولة وبس. بشكرك جدا يا دعاء، وبشكرك طبعا لوجودك معنا على قناة النادي الاهلي. شكرا لحضرتك. شكرا. وطبعا ده كان لقائنا مع نجمة الفريق دعاء غباشي، وعايز اقول لكم يمكن احنا فعلا قبل ما نطلع كان في فرحة كبيرة جدا ما بين اللاعبات بعد ما شافوا ستوري نجم المصري طبعا محمد صلاح اللي كان بيتفرج عليهم، وفرحانين جدا ان هو بيتفرج على مباراة هم كمان كسبوا فيها. دي كانت طبعا تغطيتنا لكم من هنا من صالة الشهداء من مقر النادي الاهلي بالجزيرة. شكرا لك جدا يا كابتن هيثم، وعودة مرة اخرى الى الاستوديو. وطبعا مستمرين معاكم وتغطيه لمباراه النادي الاهلي والزمالك، الحمد لله الحمد لله، وبنبارك طبعا كابتن هيثم لكل جمهور النادي الاهلي على الفوز الغالي لبنات الطايره. وطبعا الاول طبعا برحب بضيوفك الكرام، ولكن طبعا الفرحه خدتنا ومعانا نجمتين من يعني سكواد النادي الاهلي اللي النهارده يعني احنا بنبارك لهم. طبعا في البدايه ايه الشامي بنرحب بيك. اهلا بيك ربنا. طبعا شروف فؤاد بنرحب بيك على شاشه قناه النادي. اهلا بيكي. هم يا جماعه هم اصروا ان هم يكونوا موجودين الاثنين يعني طالعين على اللايف معانا طبعا مع بعض، ما حبوش ان هم كل واحده تبقى لوحدها. الاول طبعا بنبارك لكم على المباراه، واحنا شفنا ماتش صعب يعني وبنلعب على ارضنا، وكان العامل النفسي كان فارق كتير اكيد. طبعا ماتش مش سهل خالص، كل الناس حتى عارفه قيمه الماتش ده، الظروف السنه دي كانت مختلفه، الناس كانوا معانا دلوقتي بقوا ضدنا، فطبعا هم حافظيننا واحنا كمان حافظينهم، فاللعب بيكون يعني مش سهل خالص، بس الحمد لله هم حتى لعبوا النهارده بسيستم مختلف عن اللي احنا كنا بنتفرج عليه في الماتشات اللي فاتت، بس احنا يمكن اول ماتش كمان برهبته وكده، اول جيم عدى، بس قدرنا نحاول نحافظ على السكواد بتاعنا ولعبنا واللي احنا متفقين عليه يعني، فالحمد لله عدينا بعد كده بقيه الماتش. شروق عايز اسالك بقى عن اصعب لحظات المباراه، احنا شفنا يعني بونت كتير قوي كانت رايحه جايه، بوينت كتير قوي كانت بينا رايحه جايه بينا وبينهم، يعني اصعب لحظات المباراه كانت بالنسبه لي. مش اصعب لحظات المباراه
هي المباراة نفسيا علينا احنا هي صعبة، يعني مش كفنيا صعبة، لا هي نفسيا علينا احنا صعبة عشان التغيرات اللي حصلت. الناس تلعب معانا طول من واحنا صغيرين عشرة بقينا يلعبوا ضدنا، فده بالنسبة لنا دي حاجة صعبة. بس كنا بنلعب على سكاوتنج تانية خالص، فاتفاجئنا في الماتش ان هم غيروا الخطة، بس قدرنا الحمد لله برضو يعني نقفل بلوكات وقدرنا يعني ان احنا نحفظهم الحمد لله. الماتش يعني رايح جاي، احنا الاثنين مستوانا متقارب من بعض، باذن الله الماتشات الجايه وبقيه الموسم باذن الله نأدي احسن من كده بكتير. الاهلي بمن حضر يا ايه طول الوقت؟ مظبوط طبعا. يعني احنا كلنا كظيم اتفقنا ان احنا هنكمل، يعني خلاص احنا ده الفرقه بتاعنا، احنا الحمد لله كلنا كويسين اللي جوه واللي بره كويسين، فاحنا قررنا ان احنا هنخش التشالنج ده والحمد لله احنا مكملين، وان شاء الله ان شاء الله يا رب البطوله تكون اهلاويه يا رب. طب انا يعني عايزه بس اقول على كلوسه صغيره كده، انت قلت لها انت خبطتيني في سناني، انا عايزه اعرف ايه اللي حصل بقى في موضوع السنان في الملعب. بسيط بس في السنان كده، بس عدى على خير الحمد لله. الحماسه بتبقى عملت لها ايه يا شروق؟ حماسه زايده شويه فديتها بنلعب بجد، مش بنكون مركزين في اي حاجه، هو المهم ان احنا هنكسب باي طريقه باي حد. دي يعني اعتقد دي الروح اللي بتخلينا نكسب، ان احنا فعلا مش فارق معانا مين اللي يلعب مين يلعب ازاي، المهم ان احنا نكسب بعد وخلاص. يعني انا عملت مثلا اي حاجه مش حلوه ايه ساعديني ايه الحق، خلي بالك من سنانها برضه. احنا رايحين بكره بقى ان شاء الله للدكتور، احنا بقى بكره ان شاء الله. بجد مبسوطه جدا بيكم، وطبعا فرحتونا وشرفتونا، وشكرا لكم جدا وجودكم على قناه النادي الاهلي. شكرا، ميرسي، ربنا يخليك. ميرسي جدا، ميرسي. وده طبعا كان لقائنا مع نجمتين، يعني نجمتين نادي الاهلي ايه الشامي وشروق فؤاد، وطبعا شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو.